مرحبا، نقدم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية من تداول. نبدأ بأسعار اليورو التي انخفضت في الجلسة الأسيوية اليوم، لكن قد ارتفعت في الجلسة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد التوترات السياسية في الولايات المتحدة وبعد أن أقال دونالد ترامب عضوين اقتصاديين استشاريين، وذلك بسبب على خلفية طبعا هناك قضية عنصرية في فيرجينيا، تأثير سلبي مباشر على الأسواق خاصة على أسواق الأسهم في الداو جونز. سوف نرى بعد قليل كيف انخفض الداو جونز، ولكن اليورو ارتفع في الجلسة الأمريكية لكنه عاود وكان هناك بعض التداولات التصحيحية. أذكر أن تراجع اليورو بعد 5 أسابيع متتالية من الارتفاعات. في التحليل التقني نرى أن المتوسط المتحرك يدعم السعر بإيجابية، مؤشر ستوكاستيك يعطينا بعض التداولات سلبية على أسعار اليورو، مؤشر ماكدي أيضا يعطينا تداولات سلبية، مؤشر RSI حاليا لا يعطينا إشارات واضحة. هناك تضارب في العوامل التقنية، لذلك لا يمكن أن نعطي ما إن كان مسار اليورو في التداولات المقبلة، لكنه لا يزال في الترند المنخفض أو القناة المنخفضة التي تظهر في الرسم البياني. نتوقع أن يصل إلى مستويات تصحيح فيبوناتشي 23%. في الانتقال إلى أسعار الباوند، طبعا كان هناك بعض التداولات الإيجابية للباوند بعد الخلفية على خلفيات التوترات السياسية في الولايات المتحدة، لكنه حاليا في الترند الصاعد الذي يظهر، لكنه يخترق نوعا ما الترند الصاعد الذي يظهر في الرسم البياني ليلتقي مع مستوى تصحيح فيبوناتشي مستوى 61.6%. أتوقع أن يكون هناك بعض الدفعة السلبية على أسعار الباوند، ما لأن حاليا المتوسط المتحرك كما نرى يضغط سلبا على الأسعار. مؤشر ستوكاستيك يعكس اتجاهه في الارتفاع، نتوقع أن يكون هناك بعض التداولات الإيجابية على أسعار الباوند. مؤشر ماكدي يعطينا إشارات سلبية، لكن في حال اخترق الترند الصاعد ليصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50 أو 1.29 نتوقع أن يكون هناك دفعة إيجابية على أسعار الباوند. في الانتقال إلى أسعار الذهب، طبعا التوترات السياسية نهار الجمعة في الولايات المتحدة طبعا دفعت المستثمرين للاستثمار في الذهب، لذلك ارتفع ليصل إلى القمة المسجلة سابقا أي عند مستوى 1295 دولار للأونصة في تداولات تصحيحية، لكنه لا يزال في القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر في الرسم البياني. مؤشر ستوكاستيك حاليا يعطينا إشارات إيجابية لأنه يصل إلى مستويات تشبع في البيع، نتوقع أن يعكس اتجاهه في الارتفاع في التداولات القليلة المقبلة. المتوسط المتحرك يحمل السعر من الأسفل في الاتجاه الصاعد. مؤشر ماكدي يعطينا إشارات إيجابية، لذلك نتوقع أن يكون تداولات الذهب إيجابية، ونتوقع أن يكون هناك تسجيل لقمة مجددا لل 1295. المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي دعمت مؤشر الدولار كانت كمؤشر ميشيغان لثقة المستهلك التي جاءت عند 97 قراءة بعد أن كانت 94، وهذه القراءة جيدة تعطي بعض الثقة للمستهلك في الاقتصاد الأمريكي. وأيضا انخفضت طلبات لإعانة البطالة لتقريبا 240 ألف طلب، وهذا أيضا مؤشر إيجابي للاقتصاد، ولكن كان بعض التحسن على الدولار، ولكن ما عاد وضغط سلبا كانت التوترات السياسية وتصريحات دونالد ترامب. أسعار النفط، هناك بعض التداولات الإيجابية نهاية الأسبوع الماضي، يأتي هذا طبعا على خلفية انخفاض المخزونات من النفط في الولايات المتحدة، وكانت قد تراجعت المخزونات بتقريبا 13% منذ شهر آذار أو مارس الماضي، وهذا أيضا من شأنه أن يعزز سوق النفط، ولكن بعض التداولات الحذرة اليوم تأتي بعد ارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة، وطبعا مخاوف المستثمرين تبقى موجودة بسبب تخمة المعروض. وكان أيضا هناك أمر إيجابي، بيانات بيكر هيوز التي أعلنت أن هناك انخفاض في عدد منصات الحفر في تنقيب على النفط الصخري طبعا، وهذا أيضا دعم بطريقة إيجابية أسعار النفط. التداولات السلبية للداو جونز كما أشرت تأتي بعد التوترات السياسية في المنطقة، وطبعا وصل اخترق مستوى مقاومة قوي عند 21900، حاليا يسجل تحول مستوى إلى مستوى مقاومة، كان مستوى دعم حاليا يسجل 21670. نتوقع أن تكون بعض إشارات سلبية على مؤشر الداو جونز. مؤشر حاليا ستوكاستيك يعطينا بعض الدفع الإيجابية لأنه يصل إلى مستويات تشبع في البيع. مؤشر ماكدي يعطينا إشارات سلبية، ومؤشر RSI يعطينا إشارات سلبية، وكذلك المتوسط المتحرك يضغط بطريقة سلبية. نتوقع أن يكون اتجاه منخفض أو هابط للداو جونز في التداولات المقبلة. ليس هناك من بيانات مهمة في الأجندة الاقتصادية اليوم، لكن ننتظر نهار الأربعاء كما أشرت خطاب ماريو دراجي رئيس البنك المركزي.
طبعا سيتكلم عن السياسة النقدية في المنطقة الأوروبية وعن التوترات السياسية التي حدثت في إسبانيا. أما في الولايات المتحدة ننتظر مبيعات المنازل الجديدة وكذلك مخزونات النفط الأمريكي. طبعا يمكنكم متابعة المزيد من المعلومات الاقتصادية والتحاليل التقنية بزيارة موقع تداول على تداول.com. شكرا للمتابعة.